صباح الخير عن جديد. تحت عنوان أنتم الأمل دعت جمعية بيت الموجوعين لمشاركتها حفل افتتاح مركزها الجديد بمجد ليا يوم السبت ب 8 تموز 2023. معنا بالاستوديو الإعلامية ليا عادل معماري نائب رئيس الجمعية وممثلة أمام الحكومة تنحكي معها عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك ليا. صباح الخير جوزيف. كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ شكرا الله. يعني تم افتتاح المركز الجديد ب 8 تموز وبنعرف يعني قد ايه أهمية افتتاح مراكز جديدة وقد ايه الجمعيات عم بتقوم بمبادرات إن كان كرمال المناطق أو إن كانت تساعد الشعب كمان. خبرينا أكثر وأكثر عن الجمعية بيت الموجوعين، إمتى تأسست وشو أهدافها؟ نعم، هو نحن سبق وسلطنا الضوء على الجمعية كمان من منبركم هون، ولكن نحن من يومين افتتحنا مركز جديد لحتى نقدر نقدم قد ما فينا خدمات للناس المحتاجين والموجوعين. مثل ما حضرتك ذكرت اسم عنوان الجمعية، الجمعية تأسست فعليا وقانونيا وأخذت العلم والخبر من 5 سنين تقريبا، ولكن نحن كنا صرنا أكثر من 9 سنوات عم نشتغل على مساندة الناس، شباب وصبايا، متطوعين متطوعات، كلنا مع بعض إيد واحدة تنقدر نساعد غيرنا. تأسيسيا وعمليا مع العلم والخبر من حوالي 5 سنين. يعني من 5 سنين تقريبا عم تشتغلوا. نعم. متطوعين متطوعات، وبنعرف يعني قد ايه هذا كان كمان يعني فتره صعبه ان كان على البلد او ان كان على اللبنانيين، خصوصا بالازمات يلي قطعت وما زلنا الازمات. صح. الكورونا، الازمات العالميه والازمات كمان المحليه اللي كنا عم نعاني منها. نعم. شو كان اصعب شيء تقدروا تكملوا وتوصلوا لهون؟ اصعب شيء تنقدر نكمل هو التمويل، خصوصا مثل ما حضرتك ذكرت جوزيف بانه نحن اطلقنا الجمعيه و استحصلنا على العلم والخبر بأصعب ظرف كان عم يمرق في لبنان، إن كان كورونا وإن كانت الثورة وكل هالقصص اللي قطعنا فيها، ولكن قدرنا من اللحم الحي ومن فلس الأرملة مثل ما بنسمي قدرنا كفينا واستمرينا وصرنا نقوم بأنشطة نحن نشتغل عليها تيعود ري على دعم الجمعية ودعم العيال عم نساعدهم. نقوم بمعارض، بأشغال يدوية، بحياكة طبعا مع رئيسة الجمعية أختي وصديقتي الغالية جوسلين كيزانا اللي هي بتشتغل بالتطريز وبالحياكة كمان، بذلت كتير جهد حتى تحضر معارض تيعود ريعها تنقدر نكفي ونستمر. ما فينا ننكر كمان في أصحاب أيادي بيضاء بيقفوا إلى جانبنا، في ناس خيرين وبعض الطيبة والمحبة موجودة عند الناس بالرغم من كل شيء عم نقطع فيه، وخصوصا أمام الوجع الإنساني اليوم ما حدا بيقصر. الكل بيتهافت بالرغم من كل شيء بنشوفه اليوم على السوشيال ميديا. مزبوط. بس ولكن لا، في بعض ناس طيبين بيخافوا على خيون الآخر، والأهم اللي بدي وصله اليوم بما أنه اليوم الحوار أنه هاي الجمعية هي لكل الناس لكل الطوائف دون تمييز بين مسيحي وبين مسلم، بتسعى للسلام، بتسعى للمحبة، للحوار الحقيقي، وهيدي رسالتنا. مزبوط. ومنعرف قد ايه كمان الجمعيات بيركزوا على هذا الموضوع، يعني طبعًا. ما بيسألوا الشخص انت من وين او شو عم تعمل او شو بتعمل، ولكن بدهم يساعدوا، بجربوا يساعدوا قد ما فيهم، وبعتقد بيت الموجوعين كمان عم بيقوم بهذا الموضوع. ليه نقيتوا مجد ليا بقضاء صغيرتها بالتحديد؟ نعم، هيدا السؤال اللي كثير بيسألونا اياه بالاعلام، لانه جوزيف اكتريت الاعضاء بالهيئه الاداريه هن ضمن نطاق الشمال، والشبيبه اللي بتشتغل معنا كمان الاكتريه منهم ضمن عكار وطرابلس والمينا وكل هالمناطق. ف يعني المركز الاساسي خلاني يكون بمجلية قضاء صغرتها حتى يستوعب اكبر عدد من الاشخاص المتطوعين والمنتسبين، والاشخاص الثانيين هن يلي بيمثلوا الجمعيه بكل المناطق اللبنانيه. عندنا ممثلين ان كان ببيروت ان كان بجنوب بكل المحافظات بيشتغلوا بيقوموا بأنشطة طبعا بالتعاون مع المركز الأساسي للجمعية. ما بيمنع على المدى البعيد يكون في عنا مثل مراكز صغيرة بأكثر من منطقة لحتى تكون عم بتنسق معنا، تكون هيك شاملين كل المناطق اللبنانية. أكيد ساعتها بتنتشروا قد ما فيكم بالمناطق اللبنانية كمان وبتقدروا تكونوا عم توصلوا. عم نقوم بأنشطة بكل المناطق اللبنانية من أقصى عكار لأقصى الجنوب، بس مركزنا الأساسي لأنه هونيك عاملين مكتب عام للأطفال. هلا إذا بدك تسألني عن شو بيضم هالمركز، عاملين نادي بدنا نفتتح قريبا خلال الأسبوعين القادمين، يعني فرن على ستاج تنقدر نأمن لكل الأطفال منقوشة على الزعتر للمسنين. عندنا سوق التياب المجاني يوميا منوزع تياب لكل الناس الصغار للكبار حتى مع الأحذية صيفا وشتاء. منأمن للعيال المحتاج يومين بالأسبوع وجبات غذائية ساخنة تاخدوها على بيوتهم، يعني احنا منوصلهم إياها. في عنا شبيبة متطوعة هي بتوصلهم إياها أو إني إذا قدرانين بينزلوا عنا على المركز، بالإضافة لخدمات عديدة من تأمين أدوية. نحن بصدد كمان يكون في عنا صيدلية نقالة طبعا بدنا نقدم هيك مشروع قريبا لوزارة الصحة تنقدر نكون عم نفيد الناس.
وبتعرف المنطقة هونيك قد هي بحاجة، وغيرها وغيرها من النشاطات، ومن ضمن كمان الأنشطة الثقافية الصيفية، مسابقات بالمواهب للأطفال، تكريم الإعلاميين يلي سندونا من اللحظة الأولى لتأسيس الجمعية. وعم نحاول هلأ أطلقنا مبادرة تنقدر ندعم كل الطلاب، نقدر نساعدهم بتطبيق دفاتر العطل الصيفية، لأن احنا بنعرف في طلاب بحاجة لمين يساعدهم، والأهل اليوم بهالظروف الصعبة ما قدرة تأمن لهم أساتذة، فنحن أخذنا على عاتقنا هالمبادرة. يعني أعطيتينا هيك كمان لمحة عن الرزنامة تبعكم اللي هلأ مقلعين فيها للصيف كمان، ولكن المركز مش بس لمساعدات إنسانية، ولكن بيعمل نشاطات اجتماعية، بيجمع الأشخاص مع بعض، ثقافية رياضية وكتير غيرها كمان، وهذا يمكن أهمية هيك مركز كمان. نحن حتى جوزيف بدي يلفت النظر للمشاهدين، نحن أي حالة بخبرونا عنها بيجينا اتصال أنه في عائلة محتاجة مثلا بالشارع الفلان، نحن شخصياً ننزل على أرض الواقع، منشوف الناس، منحاول نأمن لهم مساعدة، نتصل بمراكز للمسنين حتى يأمنوا لهم إيواء. يعني منشتغل على مختلف الصعد خارج المركز وداخل المركز. حتى بالسجون كان عندنا مبادرات هيدي السنة، وزرنا النزلاء والنزلات بأكثر من سجن بلبنان، وقدرنا وقفنا إلى جنبهم بكتير قصص. خبرينا شوي أكثر كمان عن المعارض اللي ذكرتيها، قمتوا بمعارض كمان كرمال تكونوا عم تجمعوا تبرعات أو تقدروا تكملوا كمان مادياً بالجمعية، خبرينا أكثر عن هول المعارض. آخر معارض عملناه اللي افتتحنا إياه وزير الشؤون الاجتماعية دكتور هيكتور حجار، قمنا بمبادرة جوزيف بدك هلأ تتفاجأ بالموضوع، رحنا شخصياً على مكبات النفايات بلبنان وبالأحياء الفقيرة، لملمنا الألعاب يلي مرمية، الألعاب الباربي من إلا يلي هي مرمية، جبناهم ورجعنا نظفناهم وعملنا على إعادة ترتيبهم من جديد، صارت الباربي بتحسها تحفة، ما بعرف إذا عم يقطع صور هيك على الشاشة عن المعرض اللي عملناه، بلا هلأ رح يبلش، ورجعنا زيناهم. جوسلين هي اللي ساهمت بالخياطة تبعيتهم، اشتغلت على مدار 6-7 شهور لحتى رتبتهم، حتى الأقلام المكسرة قدرنا لميناها وزبطناها وافتتحنا هيدا المعرض تحت عنوان وجهك التمس، ولاقى صدى إعلامي مش بس بلبنان، عربيا وعالميا، والوزير شخصيا افتتح لنا اياه وذهل بهالمعرض انه معقول اذا في اشخاص بيقدروا ينزلوا على مكبات النفايات تيشيلوا هالالعاب المرميه ويعملوا على استصلاحها من جديد. نحن جمعيتنا كانت الاولى بهيدا الموضوع. يعني هيدا المعرض عينه من عينات كثيره. وكمان يمكن هذا المعرض بيكون تشجيع لغير معارض واكثر واكثر كمان يكونوا عم بيقوموا، غير جمعيات يقوموا بذات العمل كمان، وهيدي رساله انه فينا ما نكب كل شيء، فينا نستفيد من قصص صغيره نحن اوقات يعني ما بتلفتنا نظرنا، بس هي بنقدر نعمل منها مشروع كبير للانسان. فهيدا كانت فالرساله كانت من هالمعرض هي واضحه، انه حتى الاناني بلاستيك اوقات بنجمعها بنعمل منها اشياء للميلاد، الاناني الازاز اللي بتفضى بنرجع بنزينها كمان بنرجع بنعمل فيها معارض، ويعود ريعه لدعم الجمعيه والرساله تبعيتها نوعا من اعاده تدوير وفي افاده الناس كمان، لانه كل شخص يعني يمكن شغله ما بقى يعوزها ولكن بتكون غير شخص بيعوزها او ناطرها كمان كرمال بيحصل عليها. ليا اليوم كمان ذكرت انه هيك معرض اخذ صدى خارجيا برات لبنان، هل بتفكروا توسعوا الجمعيه لبرات لبنان؟ عندنا كثير اشخاص حتى بيساعدونا وبيساندونا من وقت للتاني، بيبعثوا لنا مساعدات، وكثير حابين انه يكون هن عم بيطالبونا يكون في مراكز للجمعيه باكثر من دوله مثل استراليا مثل كندا. ما في شيء بيمنع، وان شاء الله كل يعني كل شيء بيمشي بخطوه ورا خطوه، مثل ما الانسان بيصعد السلم درجه درجه، فهيك نحن عم نمشي وقريبا رح نوصل اذا الله راد. ذكرت كمان ليا انه في عندكم شق بيهتم بالتلاميذ اللي عم بيحضروا للمدرسه كمان، وعندكم كمان شق بيهتم بالمسنين، خبرينا اكثر عن الفئات اللي بتهتموا فيها كجمعيه. نحن بنهتم بالمسنين والمسنات بشكل دائم، بنزورهم بالمقاوي، بنجيبهم لعنا. يعني امبارح بافتتاح المركز الجديد اذا في صور وصلت لكم، المسنين هن كانوا ضيوف. احنا ما بنهتم يعني دائما بالمسن يعني هو بالنسبه لنا هو الاساس بالجمعيه، بنقول لهم انتم كبارنا فبنهتم فيهم، بنهتم بالاطفال يلي طبعا بيعانوا اليوم من عماله كمان، بنحاول انه نشيلهم عن الطريق، بنحاول نسقفهم، كمان بنعد محاضرات عن العنف الاسري. يعني استعنا اخر مره بالضابط فلادي شربجي بقوى الامن، قدم لنا محاضره وجمعنا كل سيدات الشمال وصار في حوار بيننا وبينهم، يعني هيك مواضيع نحن كثير بنشتغل عليها،
العنف الأسري، قضايا الطفولة، حقوق الطفولة، بنحاول نرجع هيك نبرزها بأحلى صورة. بنشتغل أنه دايما الطفل له حقوق، واليوم نحن لازم حتى لو أنه الدولة هلأ عندها مشاكل وأزمات، بس كل واحد منا اليوم بموقعه، إن كان صحافي إن كان شو ما كان موقعه بالمجتمع، بيقدر يشتغل وبيقدر يقدم لبلده. خلينا نعتمد على ذاتنا، لهيك منتناول كل قضايا الطفولة، المسنين، المسنات، كل المشاكل الاجتماعية اليوم يلي بتعترضنا. نعرف كمان يعني عنا بالبلد كتير مشاكل، ما في بقى فئة معينة عم بتعاني، كل الفئات تقريبا عم بيعانوا، ويمكن المسنين هن بين إدوية بين رعاية بين كتير إشياء، كمان ما عندهم مين يهتم فيهم. مزبوط، عم بيكونوا أوقات مهملين من ناحية الرعاية كمان. خبرينا عن العنوان، أنتم الأمل، كيف إجا العنوان، وكيف كمان هيك حسيتوا أنه هيدا اللي بيلبق لافتتاح المركز؟ أنا وضعت دايما هيك عنوان، حطيتها لما هيك عم بيقولوا لي بالجمعية ليا شو بدنا نحط عنوان لهالاحتفالية، قلت لهم أنتم الأمل، لأنه لما بتطلع بعيون المسنين والمسنات بيرجعوا بيذكرونا بآبائنا وأجدادنا وشو قطع عليهم وشو هني بيخبرونا وبيقولولنا دايما يكون دائما لازم يكون عنكم الرجاء. فاستنبطنا العنوان منهم هني، انه هني الأمل وهني أملنا، لأنه هيدا الأمل هني عطونا إياه، وهني اللي عم يعطونا الرجاء والصبر. لما بنسمع قصص منهم هني شو بيحكولنا عن ماضيهم عن ذكرياتهم، بتقول يا عمي نحن بعدنا بألف خير. فاستنبطنا عنوان الافتتاحية من عيون كبارنا المسنين والمسنات، وهن عادة كمان بس تعادي معهم، يعني هن اللي بيطولوا بالكم، بيمشي الحال، بيدفوا علينا أجواء حلوة، إذا ما بعرف إذا قطع صور جبنا لهم الطبل، بيحبوا يرقصوا، بناخذهم رحلات. نحن كمان هلا مثل هالأجواء الصيفية بنخصص أوقات معينة، كمان بناخذهم رحلات على مناطق، بنعمل لهم غدوات، احتفالات، يعني دائما نحن بحركة متجددة بالنشاطات. وكمان انتو الامل، يعني يمكن لانه عبالنا نساعد وعبالنا نشتغلهم بخلونا كمان يعطونا دفع انه نضل نحن نشتغل ويضل عنا كمان. بيكفي انه بتردوا عليك، بيكفي انه في اشخاص بيحبوك بيحضنوك، هالمحبه الحقيقيه للمحبه التي لا تسقط، هيدي المحبه بنشوفها فعلا بهيك اشخاص وبهيك عيال. كمان عم بتحضروا هلا لحفل تكريمي للاعلاميين. صحيح. اللي كانوا حدكم، خبرينا اكثر على تفاصيل عن هيدي الفكره. اطلقتها انا من شهر للجمعيه انه في اشخاص اعلاميين سندونا منذ لحظة تأسيس الجمعية، كتبوا عن الجمعية، واكبوا نشاطاتها، في ناس بتواكبنا يوميا شو منعمل نشاطات على السوشيال ميديا، بتكتب أخبار، فبيسوى نكرمهم تنقلهم على القليلة شكرا، وهذه كلمة شكرا بتبقى قليلة اليوم للإعلامي في ظل هالمخدات اللي عم نعيشها والأزمات، بس على الأقل أنه أنا بدي أقول له شكرا أنه أنت وقفت حدي، أنت خيي، أنت زميل لإلي، وقدرت كمان عم تكون شريك معنا بالرسالة، بالرسالة الإنسانية. فإن شاء الله ما بين شهر آب وأيلول رح يكون في حفل تكريم لكل الأشخاص يلي حوارونا، يلي تحدثوا عن الجمعية، رح يكون في عنا داتا معينة، وأكيد رح نقوم بواجب التكريم. إذا الله راد كمان، يعطيكم ألف عافية ليا، وإن شاء الله يعني كل الأشخاص المتطوعين والمتطوعات كمان يزيدوا بالأعداد، لأنه بنعرف قد في أشخاص عبالها تساعد، يمكن ما قدرت تساعد مادياً، ولكن بتعطي شوي من وقتها، شوي من طاقتها كمان، وبتقدر تساعد أكثر وأكثر. نحن أبواب الجمعية مفتوحة لكل شخص جوزيف يحب يتطوع وبيكون حدنا. أكيد. الإعلامية ليا عادل معماري، نائب رئيس جمعية بيت الموجوعين وممثلة أمام الحكومة، أهلا وسهلا فيك، يعطيكم ألف عافية عن جديد. مرسي. وشكرا لكل الدعم اللي عم بتقدموه لكل العالم. مرسي. شكرا لكم. صبحيتنا بتتابع، ولكن بعد فاصل قصير.